أحداث ذي قار، حيث وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإجراء تحقيق موسع بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات الخريجين المطالبين بتثبيتهم على الملك الدائم في شركة نفط ذي قار والمنتجات النفطية ومعمل غاز ذي قار، والتي أسفرت عن إغلاق تلك الشركات وإصابة 19 منتسبا أحدهم بحالة خطيرة، فضلا عن إصابة 4 من المتظاهرين بجروح متفاوتة. وذكرت الوزارة في إيضاح أنه بناء على توجيه الشمري عقد مدير عام شرطة الطاقة اللواء ركن ظافر نظمي اجتماعا ضم قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيجاني، لافتة إلى أن الاجتماع جاء لبحث جملة من القضايا بينها أمن الشركات النفطية والاستثمارية الأجنبية العاملة في القطاع النفطي بالمحافظة. والله مو زلم، والله مو زلم، والله مو زلم، شردوا شردوا الشغف شردوا. طبوا جو، شبعوهم طابوق وعلي.